كلمة للسيد عصام الشربي. يهديكم. بسم الله بارك. من فضلكم. أي. من فضلكم. بعد إذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا لهنا كنا نبهنا في وقت سابق الى ان توازنات الاقتصاد الوطني ومصلحة البلاد هي في اعتقادنا اهم من التوازنات داخل الترويكا الحاكم، الا انه مع الاسف من بيدهم الحكم لليوم يسدوا في اذانهم ويواصلوا في المحافظة على توازن مفقود بين الائتلاف الحاكم ولو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية. نقول هذا وقت اللي أنا نطلع أنه وقت البارح يوم الاثنين أحدى المؤسسات المعنية بالترقيم السيادي للدول تخرج تحذير لبلادنا من تداعيات ما نحن بصدده الآن، تداعيات إقالة محافظ البنك المركزي دون أسباب وجيهة. التداعيات هذه سيكون لها انعكاسات سلبية على اقتصادنا وعلى الترقيب السيادي لبلادنا وعلى ثقة المستثمرين في الأوضاع في بلادنا. لذلك أنا أقول أنه اليوم احنا إذا قضية خطيرة وهامة، قضية تعيين محافظ بنك مركزي جديد، وربما من أهمية هذا الموضوع وأنا نحب نرحب هوني بالسادة الوزراء اللي عزوا صفوفنا للتصويت لفائدة هذا المرشح بعد غياب طويل، خلاهم مصالحهم وجاءوا لدعم هذا الخيار، نرحب بهم. ونقول اللي القضية تتعلق بمؤسسة اتفقنا في التنظيم المؤقت للسلطة العمومية على أنها مؤسسة مستقلة. وأنا هنا نحب نتساءل، هل أن السيد الشادي العياري مرشح الترويكا الحاكمة إلى هذا المنصب قادر على المحافظة على استقلالية البنك المركزي؟ من لم يكن مستقلا أيام الاستبداد ومن لم يستطع المحافظة على استقلاليته ومن انخرط في سن القوانين التي تجرب المعارضين ومن ساهم في تأليف الكتب التي تنوه بالاستبداد وبالفساد، هل قادر اليوم على أن يحافظ على استقلالية البنك المركزي التونسي؟ كان بدنا وقت اللي تقدمنا السيرة الذاتية للسيد الشادي العياري اللي غالب احنا اضطررنا الى ذلك ان يقدمونا اسباب مغادرته للبنك العربي للتنمية في افريقيا اللي كان في السودان، حبينا نعرف اسباب المغادرة لانه قيل فيها الكثير من الكلام، ونحن نقول هل بامكاننا ان نعين اليوم بعد الثورة السيد الشادي العياري على رأس البنك المركزي التونسي؟ ودائما في سياسة القطع مع الماضي اللي تبنيتها ترويكا، اليوم ملقات خليفة للسيد مصطفى كمال النابلي إلا من أطاحت به الثورة، باقي في منصبه ويقول استقلت في فيفري 2011 يعني شهرا بعد انتصار الثورة، شخص أطاحت به الثورة، اليوم الترويكا تحاول إرجاعه ليكون محافظا للبنك المركزي في ظرف دقيق نعرف صعوبته، لكن الحلول السهلة مرة أخرى نحذر منها. الصعوبات الاقتصادية تستدعي حلول ناجعة وتستدعي حوار وسياسات اقتصادية وتنموية جديدة، وليست القضاء على استقلالية البنك المركزي ليصبح أداة طيعة بيد الحكومة. بارك الله فيك. احنا اليوم سيد الرئيس استمعنا إلى كلمة السيد الشادي العياري وطلب منا التزكية قبل أن يعرض علينا برنامج أو سياسة نقدية مخالفة للسياسة النقدية السابقة تماما مثل الحكومة. كلمة ونكمل. اليوم بعد 7 شهور فقنا للحكومة بدون برنامج لا يمكنها أن تحقق إنجازات، كذلك محافظ بنك مركزي غير مطلع على الملفات لا يمكنه اليوم أن يساهم في تقديم الاقتصاد الوطني. كان الأجدر بناء أن نحافظ على استقرار مؤسساتنا وعلى استقرار اقتصادنا. شكرا. قبل أن نبحث على ترضية رئيس الجمهورية وأن يتورط رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي في قرارات مرتجلة، في قرارات مضرة بالمصلحة الوطنية العليا.